بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فضله وبيان من فرض عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمة الله عليه حينما أنهى الحديث عن رمضان وعن الصيام ختم ذلك الكتاب بحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فناسب ذلك أن يذكر ما يتعلق بشد الرحال إلى المسجد الحرام، وذلك يتحقق بالحج والعمرة ونحوها. كما أن هذا الكتاب هو متعلق بالركن الخامس من أركان الدين ومبانيه العظام التي جاءت في حديث ابن عمر وغيره. وأول باب فيه أورده المصنف هو ما بوب عليه، فقال: باب فضله، أي باب فضل الحج وبيان من فرض عليه. قول المصنف باب فضله أي فضل الحج وما في معنى الحج كالعمرة، وقوله بيان من فرض عليه أي ذكر شروط الوجوب. وقد ذكر المصنف الأحاديث التي تدل على وجوب الحج في الجملة وعلى الشروط التي تشترط للصحة والوجوب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. نعم، أول حديث أورده المصنف حديث عظيم في بيان فضل الحج والعمرة معا، فهو ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. قوله العمرة إلى العمرة أي فعل العمرة بعد العمرة، فإن ما يقع بين العمرتين من الذنوب فإن تكرار العمرة وفعلها مرة بعد مرة سبب لتكفير هذه الذنوب. قال: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور، وصف الحج بكونه مبرورا، أي أن هذا الثواب لا يترتب إلا على الحج الذي توفر فيه وصف البر. وقد اختلف أهل العلم في بيان ما المراد بالحج المبرور، فجاء عن الحسن البصري أنه قال: الحج المبرور هو أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة. وهذا المعنى الذي أورده الحسن معنى عظيم، أي أن الحج أثر في قلبه، ومن تأثر قلبه فإنه سيؤثر في جوارحه. ولذا فإن من علامات قبول العمل والإثابة عليه أن يرى المرء أثر ذلك العمل في قلبه وفي جوارحه. وقد ذكر بعض فقهائنا تفاصيل في معنى المراد بالحج المبرور، فمما أورده ابن أبي الفتح في معنى الحج المبرور أنه قال: قيل إن الحج المبرور هو الخالص الذي لم يخالطه إثم، أي لم يكن فيه سبب موجب لكسب الإثم في أثناء فعله. وقيل إن المراد بالحج المبرور، طبعا والمعنى الأول نص عليه وجزم به أبو الفرج بن الجوزي في كتابه غريب الحديث، قال: وقيل إن المراد بالحج المبرور هو المتقبل، ولا شك أن المتقبل إذا تقبل من المرء عبادة فهذا من أعظم ما يرمو ويصبو إليه العبد، حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو علمت أنه قد تقبل مني سجدة لما رغبت في الدنيا، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. ولذا فإن النص على أن المراد بالمبرور المتقبل فيه نظر. وقال ابن رجب، أو ذكر ابن رجب عن بعض العلماء، أن المراد بالحج المبرور أي البر باعتبار معاملة الحاج للخلق، وذلك بالإحسان إليهم،
والبر والتعامل الحسن معهم. وهذا ما ذكره ابن رجب وكأنه مال له، واستدل على ذلك بما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بر الحج فقال هو إطعام الطعام وإفشاء السلام، وفي رواية عند الطبراني في الأوسط وطيب الكلام. وعلى ذلك فإن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور المراد به الحج الذي سعى فيه المرء للبر بالخلق والإحسان إليهم بإفشاء السلام وإطعام الطعام وطيب الكلام وعدم أذية الحاج، أو أن المراد به ما اجتمع فيه أمران كمال الإخلاص والمتابعة، أو أن المراد به ما أثر في قلب العبد بحيث رجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة، وما وجدت فيه هذه الأوصاف فقطعا أنه هو المتقبل بإذن الله عز وجل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، هذا أجر عظيم جدا وثواب جزيل. ولذلك يقول بعض أهل العلم الشيخ محمد بن مفلح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس له جزاء إلا الجنة أي أن ثوابه زادت قيمته، فلم يقاومه شيء من الدنيا البتة، وإنما يكون جزاؤه الجنة. وهذا واضح، فإن بعض العبادات قد تكون لها إثابة في الدنيا من باب تعجيل الحسنة، وأما الحج فإنه لم يجاز به إلا الجنة، لأنه لا يعادله شيء من حظوظ الدنيا ومتاعها. هذا الحديث فيه من الأحكام أمور متعددة، من ذلك في هذا الحديث فضل الحج بالصفة التي قرنها النبي صلى الله عليه وسلم به، وهو أن يكون مبرورا، وأنه من أعظم القربات عند الله عز وجل. كما أن في هذا الحديث دليل على مشروعية وجواز تكرار العمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فدل ذلك على استحباب التكرار أكثر من مرة، بل هو مستحب وليس جائز، بل هو مستحب. وأما الحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فغاير النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير بين الحج والعمرة في الجزاء وفي اللفظ، حيث ذكر أن العمرة إلى العمرة ولم يقل ذلك في الحج، فدل ذلك على جواز تكرار العمرة خلافا لمذهب مالك. كما أن هذا الحديث بإطلاقه يدل كذلك على جواز فعل العمرة، بل واستحباب فعل العمرة أكثر من مرة في السنة. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين إن هذا الحديث مع إطلاقه وعمومه فإنه يقتضي الفرق بين العمرة والحج، إذ لو كانت العمرة لا تفعل في السنة إلا مرة لكان كالحج، فقال والحج إلى الحج، إذن فاستحب أن العمرة تكرر أكثر من مرة. والعلماء عندما تكلموا عن تكرار العمرة قالوا إنه يستحب تكرارها، ولكن إنما يستحب التكرار إذا كانت في أكثر من سفرة، بأن ينشئ سفرة أخرى للعمرة الثانية، وأما أن يكررها في السفرة الواحدة فإنها عندهم جائزة، ولكنها خلاف الأولى. في السنة أن ينشئ سفرا جديدا لكل عمرة، أي إذا خرج من مكة ثم رجع لها فحينئذ يكون محرما بعمرة. مما أخذ من هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث فيه دليل على أنه لم يكره وقت من أوقات السنة لأخذ العمرة، وبناء على ذلك فلا يكره فعل العمرة في يوم عرفة ولا في أيام التشريق ولا في يوم النحر ولا في يوم عيد الفطر. وهذه الأمور إنما خالف فيها أبو حنيفة فإنه كره العمرة فيها. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما،
هل قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما مطلق يشمل الصغائر والكبائر، أم أنه خاص بالصغائر دون الكبائر فقط؟ هما وجهان عند فقهائنا رحمة الله عليهم. والذي قدمه في الفروع أن التكفير إنما هو للصغائر فقط من باب حمل المطلق على المقيد، حيث جاء في بعض الألفاظ التي أو بعض الأحاديث التي فيها تكفير للذنوب بعض الأفعال قيد، وهو إذا اجتنبت الكبائر، فحينئذ يحمل المطلق على المقيد. بينما الوجه الثاني وهو الذي مال له ابن هبيرة رجحه جمع من أهل العلم أن هذا الحديث شامل للكبائر والصغائر معا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق ولم يخص ذلك بالصغائر، وفضل الله واسع، والمرء إذا ظن بالله خيرا فإن الله عز وجل يعطيه ما ظنه، كما في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ولذا فإن الشيخ محمد بن مفلح في كتاب الجهاد أي بعد كتاب الحج لما تكلم عن هذه الأحاديث التي فيها التكفير ببعض الأعمال قال إن المسلم قد يفعل النوع الواحد كالحج هنا وغيره، ويكون فعله له بكمال إخلاص وعبودية لله عز وجل فيغفر الله له به الكبائر، فكأنه رجع عما قدمه في كتاب الحج وقال إنه يكون مكفرا للكبائر بشرط أن يكون بكمال العبودية والإخلاص له جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه، واللفظ له وإسناده صحيح وأصله في الصحيح. نعم، هذا حديث عائشة رواه أحمد بن ماجه من طريق ابن فضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل على النساء جهاد قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا الحديث تتابع جمع من أهل العلم على تصحيحه، فقد صححه الشيخ تقي الدين وتلميذه الشيخ محمد بن مفلح، بل قد جزم ابن القيم أن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه على شرط الشيخين، وقال ابن عبد الهادي وغيره إن رواته ثقات. ثم ذكر المصنف أن هذا الحديث أصله في الصحيح، وقوله أصله في الصحيح لأنه ليس فيه زيادة العمرة، إذ زيادة العمرة إنما هو في لفظ الذي أورده المصنف عند ابن ماجه ونحوه. ولذا ذكر المصنف حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه ولم يذكر لفظ البخاري الذي ليس فيه العمرة. ولذا فإن ابن عبد الهادي لما ذكر هذا الحديث بعد جزمه بأن رواته ثقات في المحرر ذكر في التنقيح أن أحمد والبخاري رويا هذا الحديث عن غير واحد عن حبيب بن أبي عمرة وليس فيه العمرة، فظاهر كلامه أن الذي تفرد بلفظة العمرة إنما هو ابن فضيل كما تقدم معنا في ذكر إسناد حديث عائشة. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل متعددة، من هذه المسائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه. قوله عليهن جهاد أي يجب عليهن الجهاد، لأنها أي السائلة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم سألته عن وجوب ذلك، والأصل أن السؤال معاد في الجواب، وبناء على ذلك فإن هذا الحديث دليل على وجوب الحج والعمرة. أما الحج فلا شك في ذلك، وأما العمرة فإن هذا الحديث من الأدلة التي تدل على وجوبه، وهذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد وقول الجمهور أن العمرة واجبة على المسلم مرة في العمر أو مرة في العمر. والرواية الثانية في المذهب أن العمرة ليست بواجبة، ودليلهم على أن العمرة ليست بواجبة قالوا لأن حديث الذي ذكر فيه مباني الإسلام أنها خمس
ذكر فيه الحج ولم يذكر فيه العمرة. وأما هذا الحديث فقالوا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة عطفت العمرة على الحج لا لأجل المغايرة، وإنما لأجل البيان والتفسير، لئلا يتوهم متوهم أن حكم العمرة يخالف حكم الحج. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، فيقولون إن من حج فقد سقطت عنه العمرة. وأما المشهور عند فقهائنا فإنهم يقولون بل العمرة واجبة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج فالمراد بمعناها أي في الأفعال، فمن حج قارنا فقد دخلت أفعالها أي أفعال العمرة في الحج، ولا يلزمه الإتيان بطوافين أو بسعيين إن كان لم يطف قبل الوقوف بعرفة. إذن هذا يدلنا على وجوب العمرة. المسألة الثانية أن ظاهر هذا الحديث كذلك على القول بأنه دال على الوجوب أن هذا الوجوب يشمل المكية وغيره، وهذا هو المشهور عند فقهائنا. دليلهم من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ويستثني المكي، بل أطلق قال الحج والعمرة، فإذا وجب على النساء فغيرهن من الرجال كذلك. وذهب الموفق رحمة الله عليه إلى أن العمرة إنما تجب على غير المكي، وأما المكي فلا عمرة عليه، لأن المكي لا يكون في حقه تمتع، والتمتع هو حج وعمرة، فكذلك ليست العمرة واجبة عليه. والصواب أن المتمتع أن المكي يتمتع ولكن يسقط عنه الهدي، والعمرة واجبة عليه ولا شك. المسألة الأخيرة في هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به الفقهاء على أن الجهاد لا يجب إلا على الذكور دون الإناث، لأن المرأة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت على النساء جهاد، قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، أي يجب عليهن جهاد لا قتال فيه، فصرف الوجوب لغير جهاد المقاتلة، فدل على أن جهاد المقاتل لا يجب على الإناث وإنما هو واجب على الذكور وحدهم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، وأن تعتمر خير لك. رواه أحمد والترمذي، والراجح وقفه، وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف. هذا حديث جابر بن عبد الله قد رواه أحمد والترمذي من طريق حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه عن أبيه باللفظ الذي أورده المصنف، سنعود له بعد قليل. وقد ذكر المصنف أن الإمام أحمد والترمذي رحمة الله عليهما قد خرجاه وروياه، ثم قال: والراجح وقفه. الترمذي حينما ذكر هذا الحديث حسنه، وفي بعض نسخه أنه قال حسن صحيح كما نقل ذلك الزيلعي. والحقيقة أن هذا التحسين ربما بالنظر للمعنى التي تدل عليه الأحاديث الأخرى، وإلا فإن هذا الحديث فيه علل، فإن هذا الحديث كما تقدم جاء من طريق حجاج بن أرطاة وهو مضعف في الحديث، ولذا فإن الإمام أحمد جزم بضعف هذا الحديث كما جاء في رواية ابن هانئ، وضعفه كذلك بن عبد الهادي في التنقيح، وقبله القاضي أبو يعلى في التعليقة، بل قد جزم الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن هذا الحديث لا يصح، ولا يصح ما في معناه مما يدل على أن العمرة ليست بواجبة. ولذلك قال الشافعي: ليس في أن العمرة تطوع شيء ثابت. وهذا هو الصواب، أن الحديث لا يصح رفعه. ولذلك قال المصنف: والراجح وقفه. وقوله والراجح وقفه هذه هي عبارة البيهقي، وكذا قال الدارقطني لما أورد طريقا آخر لهذا الحديث من طريق جابر، قال: الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة. هذا الحديث فيه أن جابرا قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ فقال: لا، أي ليست واجبة.
وأن تعتمر خير لك، أي أنها ليست بواجبة وإنما هي مستحبة. وظاهر هذا الحديث يدل أن العمرة ليست بواجبة، فتدل على الرواية الثانية في المذهب. والصواب كما تقدم وهو المشهور وقد نص عليه الشيخ تقي الدين في بعض كتبه وهو شرح العمدة، وفي بعضها أومأ للرواية الثانية، أن العمرة واجبة. ويجاب عن هذا الحديث بثلاثة أوجه: أولها ضعفه كما ضعفه أحمد والشافعي وكبار الأئمة، والأمر الثاني أنه إن صح فإنه يحمل على أحد أمرين: إما أن يكون محمولا على أن السائل سأله عن حكم نفسه لا عن الحكم العام، وقد كان هذا السائل قد اعتمر قبل ذلك، فحينئذ لم يوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه العمرة، فحينئذ يكون هذا جوابا خاصا به غير متعد لغيره. ويحتمل وهو الجواب الثالث أن يكون قول السائل أخبرني عن العمرة أواجبة هي، أن تكون العمرة المعهودة، أي أل هنا في العمرة للعهد، فتكون محمولة على العمرة المعهودة وهي عمرتهم مع حجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بأن يتحللوا بعمرة، أو هي محمولة على عمرة القضاء بعد الحديبية، أو أيضا قد نقول كذلك أنها قد تكون سؤالا عن تكرار العمرة بعد أداء العمرة الواجبة. وبناء على ذلك فإنه قد تطرق له الاحتمال فلا يقوى به الاحتجاج، وخاصة أن الحديث لا يثبت مطلقا. ثم قال الشيخ: وأخرجه ابن عدي من وجه آخر ضعيف، أي عن جابر، وقد أخرجه من طريق عبد الله بن لهيعة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر، وهذا يعني أعلها أهل العلم منهم ابن عبد الهادي في التنقيح بعبد الله بن لهيعة، فإنه قد تفرد بهذا الإسناد وقد أغرب. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر مرفوعا الحج والعمرة فريضتان. نعم، قوله هنا عن جابر مرفوعا، هذا الإسناد حديث ابن عدي الذي قرأته قبل قليل، قرأه القارئ الكريم قبل قليل، فإن حديث جابر هذا هو الذي أخرجه ابن عدي من وجه آخر بلفظ الحج والعمرة فريضتان. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. نعم، يعني بس قبل أن نقف ننتقل لحديث أنس، في حديث جابر المتقدم عند ابن عدي وهو يعني ما روي مرفوعا الحج والعمرة فريضتان، هذا دليل على أن العمرة واجبة، والأدلة التي تدل على وجوب العمرة ليس هذا الحديث فقط، وليس الحديث المتقدم من حديث عائشة، وإنما مجموع الأحاديث التي في الباب تدل على تأكيد وجوب العمرة، ولا يقوى حديث على معارضتها كما قال الشافعي. وتقدم معنا أن حديث جابر هذا ضعيف، ضعف له ابن عبد الهادي بن لهيعة، وكذا ضعفه الشيخ تقي الدين وغيره. الحديث الذي بعد حديث أنس رضي الله عنه عند الدارقطني وغيره، وقد رووه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. ذكر الشيخ أنه قد رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله. قول المصنف أن الحاكم قد صححه في المستدرك لأن ظاهر رجاله التوثيق، لكنه قد أعل، وذلك يقول ابن عبد الهادي وغيره أن رواية هذا الحديث من طريق قتادة عن أنس مرفوعا وهم، والصواب أن يكون من رواية قتادة عن الحسن للنبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وإذا قال المصنف: والراجح إرساله، أي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حينئذ مرسلا. والمرسل هذا رواه الدارقطني عن الحسن بإسناد ثابت. وإذا يقول الشيخ تقي الدين: هو صحيح عن الحسن وقد أفتى به، أي بالحديث المرسل،
فهو دليل على ثبوته عنده. وهذا الكلام من الشيخ يدلنا على قاعدة أوردها بعض أهل العلم، يكررها الشيخ تقي الدين كثيرا، وأوردها بعض أهل العلم قبله كأبي بكر بن العربي في بعض شروحاته وغيرهم، يقولون إن العالم من السلف الأوائل إذا روى حديثا مرسلا ثم عمل بذلك الحديث فهذا يدل على أن ذلك الحديث صحيح عنده، وحيث صح عند طبقة التابعين فإنه في معنى الصحيح وإن لم يصلنا مسندا. وعلى العموم فإن اشتراط الزاد والراحلة من الأحاديث التي وردت من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي مسندة، كما قال الشيخ تقي الدين، من طرق حسان ومن طرق مرسلة ومن طرق موقوفة، فجميعها يدل على أن للحديث أصلا. هذا الحديث حديث أنس من العمد والأصول في باب الحج، فإن هذا الحديث يدل على عدد من المسائل. أولها أنه يدل على أن شرط وجوب الحج هو ملك الزاد والراحلة، والدليل عليه حديث أنس هذا أو الحسن مرسلا وغيرها من الأحاديث التي سيأتي بعد قليل الإشارة إلى إسنادها. وعندنا في قولنا أن من الشرط ملك الزاد والراحلة مسائل. المسألة الأولى أنه يشترط أن تكون ملك الزاد والراحلة ملكا، وبناء على ذلك فلو عرضت عليه نفقة الحج إما على سبيل التطوع أو القرض فإنه لا يلزمه قبولها، إذ لا يجب إلا على من ملك الزاد والراحلة. المسألة الثانية أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الزاد والراحلة المقصود ملكهما أو ملك ثمنهما، ولذا قال بعض أهل العلم كالشيخ تقي الدين إن ركن الوجوب في الحج الذي هو الزاد والراحلة هو في حقيقة الأمر المال، فمن كان مالكا المال الذي يستطيع به توفير الزاد والراحلة له في ذهابه وعوده فإنه حينئذ يكون قد وجب عليه الحج. الأمر الثالث أن هذه الزاد والراحلة من شرطها أن يكون صالحين لمثله، وأن يكون ثمنهما فاضلا عن حاجته ونفقة نفسه أولاده وحوائجهم الأصلية. الأمر الرابع ما يتعلق بقوله الزاد والراحلة أننا نقول إن اشتراط وجوب الزاد والراحلة إنما يجب على من كان بينه وبين مكة مسافة قصر، وأما من كان بينه وبين مكة دون ذلك فإنه يستطيع الوصول إليها مشيا، فحينئذ يسقط عليه ملك لزوم توفير الراحلة فيجب عليه المشي. وأما من كان بعيدا عن مكة أكثر من مسافة القصر فإنه ولو كان قادرا على المشي فلا يلزمه الحج بمشيا، إذ من الشرط ملك الزاد والراحلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف. نعم، قال وأخرجه الترمذي أي الحديث السابق من حديث ابن عمر، وقد رواه من حديث إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد عن ابن عمر. ووجه تضعيف هذا الحديث أن إبراهيم بن يزيد هو الخوزي وهو مضعف، وقد أعلى ابن مفلح وقبله ابن عبد البر هذا الحديث بإبراهيم هذا. وقوله من حديث عمر لفظه أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما يوجب الحج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الزاد والراحلة. وإذا قال مصنف في إسناده ضعف، قد أعلى كما تقدم ضعفه ابن عبد البر وابن مفلح بعلة إبراهيم بن يزيد. هذا الحديث فيه من الفقه إضافة لما سبق مسألة، فقد استدل به بعض فقهائنا وهو الشيخ شمس الدين الزركشي على الرواية الثانية في المذهب، حيث لا يشترط المحرم للمرأة في حج الفريضة. ووجه الاستدلال قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يوجب الحج، أي ما هي الشروط الموجبة للحج، أي الحج الواجب والفريضة، فقال: الزاد والراحلة. فحينئذ فسر الوجوب بالزاد والراحلة ولم يزد على ذلك، والمرأة
إذا لم تكن ذات محرم وهي واجدة لهما فتدخل في هذا الحديث، فحينئذ يجب عليه الحج وإن لم يكن لها محرم أو معها محرم، بشرط أن يكون أن تكون مع نساء ثقات وأن تأمن الطريق. هذه هي الرواية الثانية في المذهب. وأما مشهور المذهب فيقول لا بد من المحرم في الفرض والنافلة سواء، لا فرق بينهما لعموم الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب المحرم، وسيأتي بعضها في نهاية هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث حديث ابن عباس عند مسلم، وقد صح هذا الحديث أحمد كما نقله ابن عبد البر في التمهيد، ولم يخرجه البخاري. وسبب عدم إخراج البخاري له في الصحيح أنه رده من حيث المعنى، فقد نقل ابن رجب في شرح العلل أن البخاري رد هذا الحديث لأن ابن عباس كان يقول إنما يقول: أيما صبي حج ثم أدرك فعليه الحج، وسيأتي إن شاء الله بعد حديثين. إذن فسبب عدم إخراج البخاري لهذا الحديث إنما هو التعليل لمعارضته لحديث آخر عن ابن عباس، وهو من التعليل بالمعنى. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا وكان معه امرأة فرفعت إليه صبيا. هذا الصبي يحتمل أنه يكون مميزا ويحتمل أن يكون غير مميز، ويدل على هذا الاحتمال أنه قد ثبت في مسلم أنها في بعض الروايات أنها رفعت صبيا صغيرا، فدل على أنه دون سن التمييز. فقالت: ألهذا حج؟ فقال: نعم، ولك أجر. قوله نعم أي له حج صحيح وليس حجا مجزئا، وحينئذ فلا يكون بين هذا الحديث تعارض وبين الحديث الذي سيورده المصنف عن ابن عباس بعد حديثين أو نحوها. وحج الصبي يصح سواء كان مميزا أو غير مميز، ولكن ينوي عنه وليه ويلبي عنه كما في حديث جابر، وقد نشير له إن شاء الله في الباب الذي بعده. والفقهاء والمشهور المذهب عند فقهائنا أنهم يقولون إن الصبي يأخذ أحكام البالغ في الجملة، وعلى ذلك فإنه إذا فعل شيئا من المحظورات وجبت الكفارة، وتكون الكفارة من مال وليه لأن وليه هو الذي أحرم به. كذلك يقولون إن الصبي لا يرفض إحرامه، ومعنى قولهم إنهم لا يرفض إحرامه أي إذا دخل في النسك فإنه لا يتحلل من إحرامه إلا بإتمامه بالطواف والسعي والحلاق، إلا أبا حنيفة هو الذي خالف في هذه المسألة فقال إن الصبي يجوز أن يرفض إحرامه. وعلى العموم المشهور المذهب هو هذا، وإن كان المفتى به الآن هو الرواية التي توافق مذهب أبي حنيفة أنه يجوز للصبي أن يرفض إحرامه، وخاصة إذا وجدت منه مشقة على والديه وأوليائه. وإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ألهذا حج؟ نعم، أي حج صحيح يتعلق به كامل الأعمال واللوازم فلا يرفض، وهناك تترتب البدائل عند فعل المحظور ونحوه. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. نعم، هذا حديث ابن عباس أن امرأة من خثعم وهي قبيلة معروفة ولها يعني بقايا إلى الآن من العرب القبائل المعروفة الكريمة، قال: فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، لأنها يعني نظرت إليه ونظر إليها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم استدل به فقهاؤنا
إلى أنه يحرم النظر إلى كل الأجنبية، فلا يجوز النظر إلى وجهها ولا إلى شيء من أعضائها، خلافا لمن قال بجواز ذلك. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم صرف وجه الفضل عنها، ولو كان جائزا لما منعه. أيضا هناك أمر ثاني، أنه قد جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضل من حفظ سمعه وبصره في الحج، وخاصة في يوم عرفة، إذ الناس عادة في أيام الحج يطرقون أبصارهم لكثرة المخالطة من الناس بين بعضهم مع بعض، ولذا فإن غض البصر في هذه الأيام وفي هذه المواضع من الأفعال العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويرتب عليها أجرا جليلا، وهي من عبادات السر التي لا يطلع عليها أحد، كما قال الله جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال: فقالت المرأة: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. قولها إن فريضة الله على عباده، هذه الجملة تدل على مسألتين. المسألة الأولى على وجوب الحج، وأن هذه المرأة إنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة بعد نزول الوجوب، لأنها قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. المسألة الثانية وهي المهمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها على قولها، فإنها قالت: إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، أي أن الوجوب وجب على الناس ووالدي كان شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فدلنا ذلك على أن الوجوب يتعلق بالمعضوب في بدنه والمريض والكبير ما دام عقله معه، لأن هذه المرأة نصت على ذلك ولم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة بنى عليها فقهاء العديد من المسائل، فقد بينوا أن من مات وقد لزمه الحج والعمرة فإنه يجب عليه القضاء سواء فرط أو لم يفرط، وسيأتي إن شاء الله في فقه الحديث. ثم قالت رضي الله عنها: لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه. هنا عللت هذه المرأة رضي الله عنها عدم قدرة أبيها على الوصول لمكة بعدم ثبوته على الراحلة، ومعنى أنه لا يثبت على الراحلة كما قال الشيخ تقي الدين، قال: العبرة بأن يكون قد أن يخشى من ركوبه السقوط أو المرض أو زيادة المرض أو تباطؤ البر ونحو ذلك من الأمور. وأما إن توهم هذه الأمور أو جبن عنها فكان جبانا أو كان هناك مرض يعتريه أحيانا ويشفى منه أحيانا فإنه لا يدخل في هذا الحكم، فإنه لا يدخل في هذا الحكم. فقالت المرأة: فحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول مسألة أن المرأة إذا لزمه الحج ووجب عليه بأن وجد الشرط المتقدم وهو شرط الوجوب وشرط الصحة، فأما شرط الصحة فهو البلوغ والعقل والحرية، وشرط الوجوب هو ملك الزاد والراحلة، فمن وجد في حقه ذلك فإنه يجب عليه الحج، فإن مات ولم يحج فإنه يجب أن يخرج عنه من تركته، يجب أن يخرج عنه من تركته لأن شرط الوجوب موجود. وهنا مسألة يجب أن نفرق بين أمرين، يجب أن نفرق بين انتفاء الشرط وبين وجود المانع، فالشرط إذا انتفى انتفى الوجوب، والمانع إذا وجد فإنه يبقى الوجوب لكن ينتقل إلى البدل. صورة ذلك في مسألتنا أننا نقول إن شرط الحج هو ملك الزاد والراحلة وهو المال كما تقرر، وأما المانع فهو القدرة على الركوب الذي هو صحة البدن ومنه خوف الطريق، أمن الطريق وعدم خوفه ونحو ذلك من المسائل المتعلقة به. فنفرق، يجب أن نفرق بين الشرط والمانع. وعلى ذلك فمن وجد في حقه مانع ومات فإنه يجب أن تخرج الحج والعمرة من تركته، وأما من فات الشرط في حقه بأن كان غير مالك للمال ولو كان بدنه صحيحا فإنه لا تخرج عنه من تركته.
لأنها لم تجب عليه ابتداء. وهذه المسائل التي يجب أن ننتبه لها وأن نفرق بينها، ففرق بين ملك الزاد والراحلة فإنها شرط، وبين عدم القدرة فإنه مانع. فإن عدم القدرة بفوات الصحة أو بعدم أمن الطريق فإنه مانع، ويختلف في ذلك الحكم. من الفقه الذي ينبني على هذه المسألة أننا نقول إن من كان قد وجب عليه الحج ولكن المانع مستمر معه كالشيخ الكبير، فإنه يجوز أن يوكل في حياته من يحج عنه. يوكل، وقلنا يوكل لأنه لا يجوز أن يحج عنه أحد حج الفريضة إلا بإذنه وتوكيل منه. والمرأة هذه لم تذكر التوكيل، لكن القاعدة العامة تدل عليه، وظاهر الحديث يدل على أنها استأذنت أباها في الحج. إذن هذا الذي يكون غير قادر إن توفي أخرج من تركته، وإن كان حيا فإنه يوكل غيره بالحج. والمشهور من المذهب أنهم يقولون يجب أن يوكل من يحج عنه من دويرة أهله، فمن كان عاجز عن الحج وهو من أهل الرياض مثلا يوكل من يحج عنه من الرياض، ومن كان من أهل مصر فإنه يوكل من يحج عنه من مصر. وسبب ذلك قالوا لأن الحج عبادة مالية وبدنية، فلا بد من فعل الأمرين، والسفر هو فيه مؤنة المال، فحينئذ يجب أن يكون الحج من دويرة أهله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري. نعم، هذا الحديث يعني ربما أشرنا لمعناه في الحديث السابق. هذه المرأة الجهنية جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا الحديث فيه من الفقه أن من لزمه حج أو عمرة إما بسبب الوجوب الشرعي وهو حجة الإسلام وعمرته، أو بسبب أنه أوجب على نفسه بنذر، فإنه يجب قضاؤه عنه بعد وفاته إذا لم يؤده. وأن مؤنة الحج والعمرة تكون من رأس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا، والدين يكون من رأس المال. المسألة الثانية أن هذا على سبيل الوجوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقضوا الله، وهذه صيغة أمر، والأمر بالقضاء يدل على الوجوب. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالله أحق بالوفاء، فجعل هذا القضاء أولى من قضاء الديون. المسألة الثالثة عندنا أنه إذا تزاحمت حقوق الله جل وعلا وحقوق الآدميين في تركة، فكانت التركة لا تفي بهما معا كالزكاة مثلا والديون، فنقول إذا كانت الديون ليست متعلقة برهن فإن الديون والزكاة تتحاص في التركة، فيكون كل شيء بجزئه. قالوا: لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة، وهذا الحديث جاء فيه أن دين الله أحق بالوفاء، فاستويا من حيث القوة، فدل على أنها تتشاح. ولم نذكر دين الحج، لأن الحج في الغالب إذا تشاحت لا تكفي المؤنة فيه حينئذ للحج. المسألة الأخيرة في هذا الحديث وهي مسألة فعل العبادات عن الحي أو الميت. العلماء يقولون إن من فعل عبادة من العبادات ثم أهداها لحي أو ميت فهل تجزئه أم لا؟ نقول له حالتان: الحالة الأولى أن يكون على سبيل التطوع، والحالة الثانية أن يكون فعلا لواجب عنه. فأما إن كان على سبيل التطوع فإنها تصل للحي والميت معا، وهذا هو مشهور عند الإمام أحمد ونصره الشيخ تقي الدين وتلميذه، وقول جماهير أهل العلم إلا الشافعي، فإن الشافعي يضيق ولا يرى أنه يصل من الأعمال الصالحة على سبيل التطوع إلا ما ورد به النص، وهو الدعاء والعبادات المالية والحج والعمرة فقط. وأما هذا الحديث فإنه يدل على العموم، والحديث كذلك الذي قبله، ويقاس عليها سائر الأعمال البدنية.
وأما أداء الواجبات عن الميت فإن الميت إذا مات وعليه واجب مالي فيؤدى عنه من رأس المال أو تطوع عنه أحد كالزكاة ونحو ذلك. وأما العبادات البدنية فإنها لا تقضى عن الميت، فلو مات وعليه صوم أو عليه صلاة فإنه لا يصلي ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يستثنى من ذلك إلا أمران فقط وهما الحج والعمرة، لأنها عبادة مالية وبدنية معا فغلب فيها معنى المالية. والأمر الثاني النذور، ومنها هذا الحديث حديث المرأة الجهنية، ومنها ما جاء عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قال أحمد وأبو داود هو في النذر خاصة. والسبب أنه استثني النذر، قالوا لأن النذر فيه معنى المالية، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما قال إنما يستخرج النذر من مال البخيل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه ابن أبي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة والبيهقي. ذكر مصنف أن رجاله ثقات لأنه قد جاء من طريق محمد بن منهال عن يزيد بن زريع عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وقد إلا أنه اختلف في رفعه، والمحفوظ أنه موقوف. المصنف ذكر أن رجاله ثقات، وكذلك النووي قد جود إسناد هذا الحديث فقال إن إسناده جيد، ولكن له علة وهو أن هذا الحديث قد روي مرفوعا وموقوفا، والذي عليه جمع من أهل العلم أنه موقوف وهو الأظهر كما ذكر المصنف أنه هو المحفوظ. ولكن اختلف من الذي انفرد برفعه، فقد ذكر محمد بن مفلح أن الذي انفرد برفعه هو محمد بن منهال، وقد ذكر أنه محتج به في الصحيحين وغيرهما، وكان آية في الحفظ، ولذا صحح جماعة رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لأن محمد بن منهال هو الذي رفعه، منهم كما تقدم النووي ومنهم أيضا ابن حزم وغيره. بينما ذكر ابن عبد الهادي أن الذي رفعه هو شيخه يزيد بن زريع. وعلى العموم فإنه وإن كان موقوفا فإنه قوي، لأنه قد جاء في بعض الألفاظ التي ورد فيها موقوف ما يدل على أنه مرفوع، فقد جاء عند الطحاوي أن ابن عباس قال لا تحرجوا أن تقولوا قال ابن عباس، فذكر ابن حجر وغيره أن ظاهر كلام ابن عباس هذا يدل على أنه له حكم المرفوع، بل قد قال الشيخ تقي الدين إن المرسل إذا عمل به الصحابة فإنه حينئذ يكون حجة وفاقا، وأن هذا بإجماع أهل العلم، وعلى ذلك فإن هذا الحديث وإن أعل بتلك العلل فإنه حجة. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج، قوله أيما صبي هذه تشمل جميع أنواع الصبيان سواء كان مميزا أو كان غير مميز. قال حج ثم بلغ الحنث، أي حدث له البلوغ، فعليه أن يحج حجة أخرى. هذا يدلنا على مسألة، وهي أن البلوغ شرط لإجزاء الحج، إذ شروط الحج بعضها شروط للصحة وبعضها شروط للوجوب وبعضها شروط للإجزاء، وهذه من شروط الإجزاء. قال وأيما عبد حج ثم اعتق فعليه أن يحج حجة أخرى، هذا أيضا يدلنا على أن الحرية شرط لإجزاء الحج، وإلا فإن الحج صحيح بدليل أنه قال حج فعليه أن يحج، لم يحكم ببطلان الحج الأول ولا بفساده، وإنما ألزم حال فوات حال تحقق هذا الشرط أن يحج حجة أخرى فتكون الحجة الأولى غير مجزئة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم،
ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، المصنف رحمة الله عليه أحسن في إراده أحاديث ابن عباس رضي الله عنه متوالية، وهذا أسهل في الحفظ من جهة، والأمر الثاني قد يكون من باب الترتيب لما أورده رضي الله عنه من أحاديث، فبعضها يكون موضحا للآخر، كما تقدم معنا في كلام البخاري في توجيهه لأحد الأحاديث بحديث آخر عن ابن عباس. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. قوله لا يخلون، الخلوة عندهم هي ما كان فيها سلامة من أمرين: الأمر الأول أن لا يكون معهم مشارك، والأمر الثاني أن لا يكون معهم ناظر. فإذا وجد هذا، فإذا يعني انتفى هذان الأمران، فإنها حينئذ تكون خلوة. وأما إذا كانت المرأة ينظر لهم ثالث وهو المحرم، أو كان معهم محرم حاضرا ومشاركا في المحل، فإنها حينئذ لا تسمى خلوة. إذن الخلوة بالقيدين المتقدمين كما ذكر فقهاؤنا. قال: إلا ومعها ذو محرم، المراد بذي المحرم الزوج، أو كل من لا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة على سبيل التأبيد، على سبيل التأبيد بسبب مشروع. قلنا على سبيل التأبيد لكي نخرج من يحرم الزواج بها على سبيل التأقيت، كمن تزوج امرأة فيحرم عليه الزواج بأختها حتى يطلق الأولى. وقلنا على سبيل بسبب المشروع كي نخرج الملاعن، فإنه يحرم عليه أن يتزوج امرأة، وأما لعانه فإنه غير مشروع. قال: ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. قولها ولا تسافر، قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسافر إلا مع ذي محرم، هذا مطلق، فيدل على أن كل ما يسمى سفرا فإنه يحرم على المرأة أن تسافره. والفقهاء رحمة الله عليهم عندهم نوعان من السفر: السفر القصير والسفر الطويل. والسفر الطويل يقدرونه بأربعة برد، وأما السفر القصير فإنه يقدرونه بالفرسخ الواحد، إذ السفر الطويل أربعة برد، وكل بريد أربعة فراسخ، فحينئذ يكون 16 فرسخا، والفرسخ 3 أميال، فحينئذ يكون 38 ميلا. وذكر فقهاؤنا أن الميل المراد به الميل الهاشمي، والميل الهاشمي يعادل 6,000 ذراع، وإذا قدر بزماننا هذا فإنه يعادل تقريبا 100 وزيادة، 130 كيلو أو أكثر من ذلك. فالمقصود من هذا أن المراد بالسفر الذي لا يجوز المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، قالوا هو السفر الطويل دون السفر القصير. السفر القصير هو ما زاد عن فرسخ إلى 16 فرسخا، فإن تجاوز 16 فهو سفر طويل. قال: فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، أي أني كتب اسمي لكي أكون معهم غازيا في سبيل الله. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. وهذا يدلنا على أنه يشترط للمرأة المحرم، يشترط للمرأة المحرم. عندنا في هذا الفقه في هذا الحديث مسألتان: المسألة الأولى أن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، ودليله هذا الحديث، فإنه نص على وجوب اشتراط المحرم للمرأة، ولم يستثني حالة دون أخرى. والرواية الثانية في المذهب أنه يجوز للمرأة أن تسافر السفر الذي يكون لحاجة، ومن سفر الحاجة حج العمرة، حج الفريضة وعمرة الإسلام، إذا أمن الطريق وكانت مع نساء ثقات، لأنه لحاجة. والقاعدة عند أهل العلم أن كل ما حرم لغيره فإنه يجوز عند الحاجة، والسفر مع غير محرم إنما حرم لغيره لا لذاته، فإذا وجدت الحاجة فيجوز بشرط أمن الطريق، وهو الأمن إلى ما يفضي إليه. وهذه الرواية الثانية مذهب أحمد، وتقدم الاستدلال لها في دليل آخر. المسألة الثانية في هذا الحديث الأخيرة أن المراد بالسفر هنا على المشهور عند فقهائنا هو سفر القصر الذي تقصر فيه الصلاة، وهو 16 فرسخا. وقيل، وهو قول في المذهب، أنها دون ذلك بناء على الخلاف في
بعض ألفاظ الحديث لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، وهو هذا المطلق، أو اللفظ الآخر لا تسافر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه أبو داود وابن ماجه وصح ابن حبان، والراجح عند أحمد وقفه. نعم، هذا الحديث رواه أبو داود بن ماجه، رواياه من طريق عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الحديث ذكر مصنف أنه قد صححه ابن حبان، وكذا صححه ابن خزيمة، وأيضا مال البيهقي إلى يعني تصحيحه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بينما المحققون من أهل العلم يميلون إلى ضعف رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصواب أنه موقوف. وإذا قال المصنف والراجح عند أحمد وقفه، وذلك أن أحمد قد جزم بأن رفعه خطأ، وأن الصواب أنه موقوف على ابن عباس. وذلك ويقول ابن منذر لا يثبت رفعه، وذكر ابن مفلح أن الأثبات قد رووه مرسلا، وأن قتادة مدلس في يعني في روايته، فقد يعني يكون فيه بعض التدليس. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يجوز للمرء أن يحج عن غيره سواء كان غيره حيا أو ميتا، فإن كان ميتا جاز له أن يحج عنه مطلقا، وأما إن كان حيا فإنه إن كان يحج عنه حج تطوع فيجوز مطلقا، وإن كان يحج عنه حج فريضة فلا يجوز إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون عاجزا عن الحج أي المحجوج عنه، والأمر الثاني أنه لا بد أن يأذن له، لأن الحج عبادة واجبة فلا بد فيها من النية، هذا باعتبار المحجوج عنه. أما الحاج والمعتمر فإنه لا يجوز له أن يحج عن نفسه إلا أن يكون قد فإنه لا يجوز له أن يحج عن غيره إلا أن يكون قد حج عن نفسه. وذاك يقول القاضي أبو يعلى: لا يختلف أصحابنا أنه لا ينعقد عن المحجوج عن حين ذاك. وهذا الحديث نص في هذه المسألة. وهذا الحديث وإن كان أحمد قد رجح وقفه، فإنه على أصول أحمد هو حجة. لذلك فإن الشيخ تقي الدين قال: لا يعلم ابن عباس مخالف. ومن أصول الإمام أحمد أن الصحابي إذا روى أو قال قولا ولا يعلم له مخالف فإنه يكون حجة، وأحمد أوسع المذاهب الأربعة في الاحتجاج بقول الصحابي بشرطه. ولذا فإن الشيخ منصور لما أورد هذا الحديث في الكشاف قال إن إسناده جيد، وقد احتج أحمد به من حيث الحديث، وأما قوله فإن إسناد جيد فإن فيه تأمل كما تقدم منصوص أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي، وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة. نعم، هذا حديث ابن عباس أورده مصنف هنا، ثم أورد ما في معناه ويغني عنه ما في مسلم من حيث أبي هريرة، ولعل العلة في ذلك أنه أراد أن يكون حديث ابن عباس متواليا. فيه أن قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها لوجبت الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. هذا تصريح بأن الحج إنما يجب مرة واحدة، وأن ما زاد فإنه تطوع. ذكر الشيخ أنه قد رواه الخمسة لأهل السنن وأحمد إلا الترمذي فإنه لم يروه، وقد رواه جميعا من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان، وهذا رجاله ثقات إلا بعض أهل العلم يعني تكلم في سفيان، ولكن هو ثقة. ولذا فإن هذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ثم ذكر المصنف أن أصله في مسلم حديث أبي هريرة، ولفظه عند مسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. فأورد المصنف حديث ابن عباس لأنه أظهر. هذا الحديث فيه من الفقه أولا أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة، والأمر الثاني أنه لا يكره التطوع بالحج أكثر من مرة، بل إنه مستحب،
وقد جاء عند ابن حبان من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه، تمر عليه 5 سنين ثم لا يفد إلي لمحروم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يفد إلي يشمل ذلك الحج والعمرة، وذلك أن وفد الرحمن هم الحاج والمعتمر. وجاء أيضا عند أهل السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. فالمتابعة بين الحج والعمرة تطوع ومسنون ومستحب كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الحديث نص في ذلك، ولكن من رحمة الله عز وجل أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة، وذلك أن فيه مؤنة كبيرة في المال وفيه مشقة كبيرة على البدن، فمن رحمة الله عز وجل ومنته وإحسانه أنه لم يوجبه علينا. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لما استطعتم، أي لما استطعتم الوفاء بذلك. والله عز وجل أرحم بنا من أنفسنا، وأعلم بأحوالنا وضعف أبداننا وضعف قلوبنا، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا والآخرة، وأن يستر علينا ذنوبنا، وأن يتجاوز عنا، وأن يقوينا لطاعته وعبادته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.